طرق طبيعية لتجنب حصى الكلى. إذا كنتم تعانون باستمرار من حصى الكلى، يمكنكم وضع حد لها بواسطة اعتماد بعض التغييرات التغذوية، ومنها خلطة نبات القراص. حصى الكلى هي مجموعة من الأملاح أو مواد عضوية أخرى التي تكونت في الكلى. حوالي 10% من الأشخاص يطور حصى الكلى في مرحلة ما من حياتهم. الميول لتطور الحصى في الكلى تنتقل بالوراثة، أي أن أشخاص لديهم أقارب عائلة الذين يعانون من حصى الكلى موجودون في مجموعة الخطر. على الأغلب تنتج الحصى في الكلى لأول مرة في جيل ما فوق 30 لدى الرجال في وضع صحي جيد. تتطور حصى الكلى على الأغلب لدى الرجال بأجيال 20 إلى 40. ولدى أشخاص الذين يعانون من النقرس، وفقاً لإحدى النظريات، الهرمونات الأنثوية تمنع إنتاج الحصى كالحصى الغير مشخصة في المرارة. حصى الكلى لا تسبب مشاكل دائماً. في الحقيقة قد يكون لشخص حصى في الكلى لسنوات من دون أن يعلم ذلك، لكن عندما تكون الحصى كبيرة كافية لسد المسالك البولية، يظهر في الجسم ألم حاد وشديد. تشمل الأعراض ألم قوي، كثرة التبول مع ألم شديدة، دم في البول، غثيان، حمى، القشعريرة، وإرهاق شديد. تجنب حصى الكلى بواسطة تغيير غذائي. التغذية على ما يبدو السبب الرئيسي الذي يؤدي لتكون الحصى في الكلى. تغييرات بسيطة في قائمة الطعام قد تمنع ظهور الحصى. كثرة الشرب. زيادة استهلاك السوائل هي الخطوة الأولى وأحياناً الوحيدة المطلوبة لمنع ظهور حصى الكلى. يوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 كؤوس يومياً. من المهم الحفاظ على شرب مشروبات خالية من الكافيين والكحول، ومفهوم ضمناً أن الماء هي الاختيار الأفضل. هناك أطباء يوصون بالامتناع عن شرب الشاي الخالي من الكافيين إذا كان تركيز الإكسالات مرتفع في البول. اتباع نظام غذائي منخفض الإكسالات. غالباً ما تتشكل حصوات الكلى من الكالسيوم ومركب يسمى إكسالات. اتباع نظام غذائي منخفض الإكسالات يساعد على منع تشكيل بلورات إكسالات الكالسيوم. ليس هناك شك في أن الفواكه والخضروات تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، ولكن هي أيضاً غنية بالإكسالات. الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الإكسالات تشمل البنجر، الشوكولا، القهوة، الكولا، الجوز، البقدونس، الفول السوداني، السبانخ، الفراولة، الشاي والقمح. هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نتجنب هذه الأطعمة تماماً، إنما نتناولها باعتدال. استهلاك محدود لفيتامين سي. على الرغم من أن فيتامين سي يعتبر من الفيتامينات الرائعة، إلا أنه بجرعات مرتفعة قد يسبب مشكلة للذين يعانون من حصى في الكلى. السبب أن الجسم يحول الفيتامينات الزائد لإكسالات، لذلك للأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى يوصى بالامتناع عن مكملات فيتامين سي والحصول على الفيتامين حصراً عن طريق الغذاء. لحوم وأسماك أقل. البروتينات الحيوانية تسبب تكون أحماض البول اليوريك والكالسيوم في البول، الأمر الذي يزيد احتمال تكون حصى الكلى. يجب تجنب أطعمة معينة كالأسماك وبيوض أسماك الروبيان والسردين وأعضاء داخلية كالدماغ والكلى الغنية بمادة تسمى بروتينات بروتين، الذي يتفكك لحمض البول اليوريك الذي يسبب تكون الحصى. تناول رقائق الإنخالة. الإنخالة تساعد بالتخلص من الإكسالات والكالسيوم في البول، وبهذا تقلل من احتمال تكون حصى الكلى. زبدية من حبوب الصباح مع إنخالة توفر لكم 8 ملغرام من الألياف. خبز أسمر من القمح الكامل. الخبز الأسمر يحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم الذي يعيق تطور حصى الكلى. تقليص استهلاك الملح. هناك علاقة قوية بين استهلاك الملح وتطوير حصى الكلى. حافظوا على عدم استهلاك أكثر من 2 جرام ملح يومياً. أدوية بيتية لتجنب الحصى. يدعي البعض أن شرب نقيع الشاي مع خلطة أوراق نبات القراص يمكن أن يمنع تطور حصى الكلى. نبات القراص يساعد على تطهير المسالك البولية ويمنع تراكم الأملاح في الكلى. لإعداد خلطة نبات القراص يجب خلط ملعقة كبيرة أو 2 من أوراق نبات القراص المجففة في كوب من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة،
من المستحسن شرب كوب واحد من شاي نبات القراص 2 إلى 3 مرات في اليوم الواحد.